بسم الله الرحمن الرحيم. هتكلم النهارده على التايم ديسبيرشن، مشكله من ضمن مشاكل الترانسميشن بروبلمز اللي عندنا. ان شاء الله المره الجايه هنتكلم على هندخل بقى في ايه، في الترانسميشن بروسيس. طيب تايم ديسبيرشن، بص انت لو انت عندك محطه بالمنظر ده، اوكي، وبتغطي اليوزرز، ففي عندك يوزر موجود هنا كده، ماشي، ده يوزر اهوت، وفي هنا الارض، ارض، وفي هنا مبنى، اوكي. فاللي بيحصل ايه؟ اللي بيحصل ان الانفورميشن بتطلع من الانتنه دي عشان تغطي اليوزر ده، بتطلع في ايه، في ديفرنت بيمز كده، صح؟ نفس الكلام اللي نفس مشكله المالتي باث فيدنج. طيب فانت عندك انفورميشن تطلع في ديفرنت بيمز كده، حلو. طيب بص بقى، احنا هنا نتكلم على المشكلة، هنا هنتكلم على السيجنال ونسميها سيمبل. هنسميها ايه؟ سيمبل. مش احنا هنبعت سيمبلز؟ انا قلت مصطلح سيمبل ده قبل كده، قلته وقت ما كنت بشرح الجزئية بتاعة الموديوليشن داخل وظائف البي تي اس، افتكر بقى. فكلمة سيمبل توازي عندنا اللي هي انالوج سيجنال، اللي هي في الاخر تمثل عدد معين من البيتس. بناء على ايه؟ بناء على نوع الموديوليشن المستخدم. راجع بقى الكلام اللي فات، فكلمة سيمبل تعني انالوج سيجنال تتفك عند الريسيفر لاكتر من بيت. طيب تتفك لاكتر من بيت بناء على ايه؟ بناء على نوع الموديوليشن اللي اتعمل عند الترانسميتر. فلو مثلا نوع الموديوليشن اللي كانت اتعمل عند الترانسميتر كيو بي اس كي، فمعناها ان السيمبل بتاعك شايل جواه او بيعبر عن 2 بيتس، يعني معناها انك انت قدرت تبعت 2 بيتس في المره الواحده، تمام. طيب وهكذا، كل ما انت بتزود الاوردر بتاع الموديليشن، كل ما معناه ان السيمبل بتاعك بيريبريزنت عدد اكتر من البيتس. طيب فاحنا دلوقتي بنبعت ايه؟ بنبعت سيمبلز. طيب المحطه عندها سيمبلز كتيره تبعتها لك، ففي مثلا سيمبل 0 اللي هو السيمبل الاولاني، في عندك سيمبل 1، سيمبل 2، وهكذا، سيمبل 3، ماشي، عندها سيمبلز كتير عايز تبعتها لك. طب السؤال، هتبعت لك السيمبلز دي مع بعض ولا ورا بعض؟ هي تفرق، تفرق كتير كتير خالص. تفرق في ايه؟ تفرق في البيت ريت اللي انت هتحصل عليه. ما هو انا لو ببعت لك مثلا 10 سيمبلز في نفس الوقت، طلعوا من عندي، طلعوا لك، راحوا لك انت في نفس الوقت، يبقى معناه ان انت وصل لك 10 عربيات في نفس الوقت، تمام، كل عربية فيهم محملة نص طن او طن، يبقى الاجمالي اللي وصل لك في نفس اللحظة قد ايه؟ 10 طن. ولا هبعت لك عربية النهاردة وعربية بكرة وعربية بعد بكرة على مدار 10 ايام، فيبقى انت خلال ال10 ايام وصل لك 10 عربيات، اوكي، وصل لك 10 عربيات والعربية الواحدة شايلة طن. ولا هيوصل لك ال10 عربيات في يوم واحد ويجولك في نفس اللحظة؟ هي دي الفرق. هل انا ببعت سيريال ولا ببعت بارالل؟ يعني انا عمال ابعت السيمبلز دي، ببعتهم ورا بعض، يعني ابعت السيمبل الاولاني وبعد ما يتبعت ابعت السيمبل التاني اللي وراه، ثم ابعت واخد بالك من كلمة ثم دي؟ ثم يعني ايه سيريال؟ كلمة سيريال يعني متتابع، يعني ورا بعضه. ولا هاخد مجموعة السيمبلز دول كلهم مرة واحدة كده، هوب، واجي باعتهم. لو انت بتبعتهم كلهم مع بعض فده اسمه parallel transmission او parallel communication، يعني انا ببعت السيمبلز بالتوازي مع بعض في نفس الوقت، parallel، تمام. طيب احنا لحد 3G، لحد 3G كله serial transmission. يعني ايه كله serial transmission؟ يعني ببعت السيمبل الاولاني وبعد ما ياخد وقته في الترانسميشن ابعت السيمبل اللي وراه، خد وقته في الترانسميشن ابعت السيمبل اللي وراه، وهكذا. بداية من الفور جي هو اللي عمل كونسبت ان انت تعمل بارال ترانسميشن، ان انت تاخد مجموعة سيمبلز كده وتبعتهم كلهم في نفس الوقت. هتقولي طب ما هو لو بارال ترانسميشن معناه ان انا عاوز تشانلز اكتر، صحيح. يعني انت مثلا لو بتبعت السيمبل على كارير، فانت محتاج ان انت معناه ان انت محتاج اكتر من كارير عشان تبعت عليهم في نفس الوقت، اه صحيح. وهو ده اللي انا شرحته لك
في الـ of dim A في تاني فيديو في الكورس، صح؟ لما شرحت لك الـ of dim A قلت لك ان الـ of dim A ده عبارة عن مجموعة من السب كاريرز، مجموعة من الكاريرز، بلاش مصطلح سب كارير دلوقتي بس هو ده الصح يعني، وانت بتبعت عليهم كلهم، بتبعت على مجموعة من الفريكونسيز كلهم في نفس الوقت، تمام؟ هو انا كنت بقصد كده بقى، تمام؟ طيب فاحنا لحد 3G، اخر 3G كله سيريال ترانسميشن، يعني بتبعت سيمبل باي سيمبل. من اول 4G هو اللي اخترع كونسبت البارال ترانسميشن. طب عمل كده ليه؟ 4G عمل كده ليه؟ عشان يزود البتريت، صح؟ ما هو انا لو في نفس اللحظة بعت لك العشر عربيات، ولا انت عاوز ابعتهم لك على 10 ايام؟ هي نفس الفكرة كده. فالبتريت اللي هو معدل نقل البيانات اللي بيجي لك خلال الثانية زاد. ليه زاد؟ لانك انت بتبعت كذا كذا سيمبل في نفس الوقت، تمام؟ لا احنا هنا بقى، انا طبعا 2G، فانا بتكلم على ان احنا ايه، سيريال ترانسميشن. يعني ايه؟ ببعت سيمبل وبعدين بعد ما ابعته ياخد وقت في الترانسميشن ابعت اللي وراه، تمام؟ طيب السيمبل الاولاني اللي هو اس 0 هيتبعت فين؟ على البيم ده، ولا هيتبعت على البيم ده، ولا هيتبعت على البيم ده؟ هيتبعت عليهم هما التلاتة. ليه؟ لان الانتنه بتبعت نفس الانفورميشن في ديفرنت بيمز وعلى نفس الفريكوينسي، صح؟ وزي ما انت شايف كده، هي نقطه البدايه من عندها واحده، يعني بتبعت التلاتة مع بعض بيبتدوا في نفس الوقت، لكن يوصلوا لك امتى ده موضوع تاني. انا هطلعهم لك انا عندي من نفس الوقت، لكن انت ما اعرفش هيوصل لك امتى، على حسب. هو ده اصلا اللي بيعمل مشاكل، الفرق في التايم ده، زي ما اتكلمنا في مشكله المالتي باث فيلي. طيب فسيمبل زيرو هيروح من على الباث ده، وهيروح من على الباث ده، وهيروح من على الباث ده، تمام؟ طيب وبعدين ففي باث هيوصل لك دايركت كده، شافك هو دايركت ورايح لك على طول، ماشي؟ ده هنسميه ايه؟ هنسميه الدايركت باث، يعني الباث المباشر اللي شايفك. وعادة الدايركت باث بيكون هو دايما اقصر باث كتايم يعني، ماشي؟ وفي باث تاني هيقوم ايه، باث تاني هيقوم ايه، عامل ايه، خابط في الارض كده وجاي لك. بنسمي ده ايه؟ انت اللي جالك ايه؟ انت اللي جالك الريفليكشن بتاع ده، يعني ده البيم، صح؟ حصل له ريفليكشن، انعكاس، وبعدين ايه، جالك. فده الدايركت باث، وده الايه، الريفليكتد باث، وده الايه، الريفليكتد باث، ريفليكتد باث، تمام؟ فانت كده عندك سيمبل زيرو، ماشي؟ سيمبل زيرو بيوصل لك من الدايركت باث، ويوصل لك كمان من الريفليكتد باث، لكن موصلوش ايه، موصلوش في نفس الوقت مع بعض، تمام؟ طيب طبعا انا هضرب مثال بس بالاثنين دول عشان بس التسهيل، انما طبعا ممكن تبقى في 3 باصز واربعه، وانا قلت لك ان هم كتير عن كده كمان، بس خليني انا اضرب مثال بس بالاثنين دول عشان تبقى الامور اسهل يعني. فانا عندي دايما دايركت باث وعندي ريفليكتد باث، تمام؟ والانفورميشن بتوصل للموبايل من الجهتين. طيب فين المشكله؟ بص يا سيدي، انت عندك الدايركت باث، عندك الدايركت باث، ادي الدايركت باث وادي الريفليكتد. بص كده، اس 0 اما اتبعت من هنا وصل للموبايل، خلاص اهو وصل اس 0 اهو، وصل فين؟ في دايركت باث، ماشي؟ طب اس 0 اللي اتبعت هنا، لا اتاخر جامد، اتاخر. طب وصل امتى؟ هو وصل ريفليكتد، ده ريفليكتد، ده اس 0 هنا، اس 0 هنا، ها، ريفليكتد، وصل عند الريسيفر، عند الموبايل يعني، وصل، بس وصل مع سيمبل 1 من الدايركت باث. مش احنا اتفقنا ان انا ببعت سيمبل باي سيمبل؟ فانا ببعت سيمبل 0 من على الباث ده، وكمان من على الباث ده، فهو وصل خلاص من الدايركت، او وصل خلاص، وصل، بس هو لسه ما وصلش من الريفليكتد، لسه ما وصلش، اس 0 ده لسه ما وصلش من الريفليكتد باث. طب هيوصل امتى؟ هو اتأخر في الوصول للموبايل لدرجة ان احنا خلاص الترانسميتر قرر يبعت السيمبل اللي وراه، اللي هو S1، اللي هو ايه، S1، بدأ يبعت S1. طيب S1 برضه هيعمل نفس القصة،
هيبقى هحطه على الدايركت باث ويحطه على الريفلكتد باث. ف S0 اللي هو من الريفلكتد اللي هو متأخر اهو وصل مع وصول S1 من الدايركت. فهمت؟ يعني في مقدار ديلي اهوت بمقدار ايه السيمبل ده. تمام. يبقى تاني انا عندي السيمبل هيتبعت على الدايركت باث وهيتبعت على الريفلكت على الريفلكتد باث. هو وصل خلاص من الدايركت تمام اهو، لكن لسه ما وصلش من الريفلكتد. طب هيوصل من الريفلكتد امتى؟ هيوصل مع وصول السيمبل اللي بعده بس من الدايركت كده. فكده مين وصل مع مين؟ كده تو ديفرنت سيمبلز واصلين مع بعض، تو ديفرنت سيمبلز S0 S1. تمام. التو سيمبلز كده هيحصل انترفيرنس على بعض لان هما تو ديفرنت سيمبلز. تمام. S0 مش S1، ده سيمبل وده سيمبل تاني. ماشي. يعني مثلا ممكن يكون السيمبل ده لو معمول كيو بي اس كي مثلا، يعني بموديوليشن يعني كيو بي اس كي، فالسيمبل الاولاني مثلا 0 0 والسيمبل التاني ده 1 1، وانت بتطالب الموبايل ان هو يفهم ده 0 0 ولا 1 1، هيعمل ايه؟ هيغلط طبعا. فلما تو سيمبلز بيجوا مع بعض كده بيتداخلوا مع بعض، دي مشكلة شهيرة جدا واي حد في الاتصالات المفروض يكون عارفها، اسمها الاي اس اي. اي اس اي اللي هي ايه؟ انتر سيمبل انترفيرنس، انتر سيمبل انترفيرنس. كلمة انتر سيمبل كلمة على بعضها، انتر سيمبل انترفيرنس. وخدها قاعدة، اي كلمة انتر قبل اي حاجة، كلمة انتر معناها ايه؟ معناها حاجتين مختلفتين. يعني مثلا ايه معناها سيمبل وسيمبل تاني. ماشي. كلمة انتر تمام، يعني مثلا كلمة انترنت تمام معناها ايه؟ معناها انترنت خارجية، بره الانتر، بره النت بتاعتك، بره النت. يعني مش انترنت، مش نت، مش نت يعني كلمة شبكة صح؟ نت يعني ايه؟ يعني داخلية. لا هو بيقول لك ايه؟ لا بره، اخرج بره. تمام. عشان كده عشان بس احنا عندنا مصطلحين كده كده هنقولهم قدام في حاجة اسمها، لما نشرح قدام حاجة اسمها ترافيك كيسز، عندك حاجة اسمها انترا وانتر. انترا معناها داخل نفس الحاجة. يعني مثلا لما اقول لك ايه انترانت، انترانت معناها ايه؟ معناها انك انت عمال موجود داخل، انت مثلا شريحتك فودافون، فانت بتفتح الويب سايت بتاع فودافون، انت ما خرجتش بره، انت ايه، انت تقدر تتفرج على اي حاجه ريليتد بفودافون، ما خرجتش بره النتورك بتاعه فودافون. لو خرجت بره النتورك بتاعه فودافون رايح فيسبوك مثلا، فانت كده ايه انترنت. مين النت هنا اللي نقصده؟ فودافون. فانت لو انترانت فانت داخل فودافون، لو انترنت معناها خرجت من فودافون. فالمصطلحين بتاع انترا وانتر دايما نفرق بينهم وبين بعض. انترا داخل نفس الحاجه، انتر يعني حاجتين مختلفتين، خرجت بره. تمام. ده كاكسبريشن يعني عشان تسال على نفسك. تمام. طيب فانتر سيمبل معناها ايه؟ معناها انت عندك تو ديفرنت سيمبلز بينترفيروا مع بعض اهو، تو ديفرنت سيمبل. طب ده حصل ليه؟ نتيجه الديلي، نتيجه الديلي ان السيمبل ده والسيمبل ده، السيمبل الاولاني اتاخر جدا لدرجه ان هو وصل مع السيمبل اللي بعده. فمع وصول S1 من الدايركت باث وصل معاه S1 اللي متاخر من الريفلكتد باث. طب دي مشكله للريسيفر؟ اه دي مشكله للريسيفر، وانا بقول ريسيفر اهو عشان ما حدش يفتكر ان هي ايه للموبايل بس، ان هو الموبايل هنا، لا موبايل اهو محطه. مشكلتنا مشكله تحصل في الاتجاهين، بس احنا دايما بنضرب المثال بالداون لينك يعني. فالاي اس اي، مشكله الاي اس اي اللي هو انتر سيمبل انترفيس، ان تو سيمبلز داخلين على بعض، ساعتها دي مشكله لمين؟ للموبايل. موبايل لو عاوز يديكود في اللحظه ديت ما هوش عارف، هيغلط، هيبقى عنده مشكله. تمام. فالتو سيمبلز داخلين في بعض. تمام كده. طب ايه الحل؟ ايه الحل في المشكله دي؟ هتقول لي الله، طب هو الموبايل ده ما يقدرش يعني يميز الدايركت باث من الريفلكتد باث؟ يقدر يميزهم عن بعض؟ والله هو يقدر يميزهم لو الباور بتاعت لو الباور اللي وصلت بيها الدايركت باث، يعني سيمبل 1 ده لما جه وصل من الدايركت باث وصل بباور عاليه قوي، واس 0 ده وصل بباور قليله جدا، فساعتها هو يقدر ايه يميز اس 1 دي السيجنال بتاعته، واس 0 دي حاجه لا يتجاهلها.
بس للاسف ده ما بيحصلش، ده ما بيحصلش في الكيس بتاعتنا دي. ليه؟ لان ده اتاخر، لكن الباور اللي وصل بيها باور سفيشنت، باور كويسه. ما تخليش الموبايل يقدر يميزه من وجهه نظر الباور. عشان كده حل المشكله دي نظريا بيقول لك ارفع الباور بتاعت الدايركت باث كومبيرت بي ريفلكتد باث. فيقوم ارفع الباور، ارفع الباور يعني ايه؟ وانت بترانسميت يعني ميز ده باور عاليه عن ده. فيقوم لما الدايركت باث ده بما ان هو مبعوث باور عالي هيوصلك انت كمان بباور اعلى مقارنه بده اللي مبعوث بباور اقل فيوصلك بباور اقل. فالمحصله هنا عند الريسيفر انه واصل له تو سيمبلز، واحد فيهم باور عاليه واحد فيهم باور قليله، فيقدر يميزهم عن بعض. وطبعا الحل ده في شينك، وقلناها قبل كده ان هو في شينك. ليه؟ لان انت الانتنه بتطلع على الباور، بتطلع نفس الانفورميشن في الديفرنت بينز بنفس الباور، لان الانتنه ما تعرفش هو ده الدايركت ولا ده اللي هيبقى ريفليكتد ولا ده، ولا ما هي ما تعرفش. تمام. وبعدين ده مش ابليكابل اصلا انه يحصل. فالمهم ان الحل بتاع ان انت ترفع تنكريز الكارير تو ريفليكتد ريشيو ده مش حل يتعمل. تمام. مش حل صحيح، مش حل ايه، مش حل عملي ان هو يتعمل. تمام. يبقى عرفنا بس ان في مشكله اسمها اي اس اي. الاي اس اي دي على طول، بص المشكله بتاعت الاي اس اي دي على طول تاثر على الكواليتي، تاثر على الكواليتي. فالسيرفيس بتاعتك اللي انت بتعملها كده الكواليتي اوف سيرفيس بتاعتك اتأثرت. كواليتي اوف سيرفيس، خد بالك ده اكسبريشن، كواليتي اوف سيرفيس، ماشي؟ كواليتي اوف سيرفيس يعني السيرفيس ليها كواليتي معينة. تمام. فلما يكون عندك اي اس اي موجود فهو بيأثر على الكواليتي، لان الريسيفر هيغلط. تمام. فلما يغلط، ما هو في الاخر الانفورميشن اللي وصلته ديت لو هي فويس كول مثلا وبيغلط في تفسيرها هيسمعك حاجة تانية خالص غير اللي انت المفروض تسمعها، او في مشكلة، او في صح في مشكلة في الكول يعني. طيب، فدايما دايما مشكلة الاي اس اي بتضرب فين؟ بتبوظ فيه الكواليتي، مما هيضر بيه الكواليتي اوف سيرفيس. تمام. طيب الحل بتاع القصة دي ايه؟ الحل بتاعها هو نظريا يعني يقول لك ارفع الدايركت باث عن الايه ريفلكتد باث، لكن اتفقنا ان ده حل ايه، حل وهمي مش هينفع يتعمل. تمام. وحل يقول لك مثلا ايه، طب اختار السايت في مكان مناسب. انا قلت لكم الكلام ده مش ابليكابل قوي، لان السايت لما بيجي يتحط في مكان هو احنا بنصدق نلاقي المكان ده، وبنتعامل بقى مع المشاكل التانية. كويس. فدي حلول مش عمليه قوي، دي حلول نظريه بس في الكتب كده، انما مش عملي. مش تمام. طيب جميل جدا، جميل جدا. بص بقى مشكله التايم ديسبيرشن دي حصلت ليه؟ حصلت بسبب تاخر السيمبل ده بمقدار زمن اللي هو ده كامل. يعني ايه؟ يعني انت السيمبل كامل اتاخر فقام رايح داخل السيمبل اللي بعده. تمام. طيب ممكن بقى بدل كلمه سيمبل دي تسميها بيت. يعني مثلا ايه، هنقول دي البيت الاولانيه، دي البيت الثانيه، دي البيت الثالثه. تمام. يعني هنعتبر ان السيمبل بالنسبه لنا شايل 1 بيت. تمام. فانت بالنسبه لك السيمبل لما يكون شايل بقى 1 بت فكان دي البت الاولى، دي البت الثانيه، البت الثالثه، وهكذا، صح؟ فمع وصول البت الاولى من الريفلكتد باث، مع وصول البت الاولى من الريفلكتد باث ماشي، وصلت معاها البت الثانيه من الدايركت باث. تمام. هي اس 1 دي اللي هي هتبقى بت 1 اللي هي بالنسبه لنا البت الثانيه. تمام. بت 1 اللي هي البت الثانيه. تمام. بيت 0 اللي هي البيت الاولى، بيت 1 دي البيت الثانيه، ثاني بيت يعني. طيب فانت عندك هنا ايه؟ عندك هنا مقدار التاخير هو في زمن 1 بيت. تمام. طيب لو حصل ان التاخير مش في 1 بيت يعني اقل، عارف ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي اس 0 ده ما وصلش مع اس 1، لا ده وصل مع اس 0، صح؟ ما انت أو ما هو ما هو ما هو ما هو شويه ديلي، مش هو في الاخر ديليد تايم ديليد كده معين. طيب التايم ديليد الديلي ده اتاخر لدرجه ان انت خلاص اس 0 ده ما وصلش معاه حاجه، وانت جاي توصل مع السيمبل اللي وراه اللي بعده. تمام. فهي دي مشكله ايه، مشكله الاي اس اي اللي هتحصل نتيجه الديلي ده بالمنظر ده. تمام. طب لو كان الديلي ده ما كانش كبير قوي لدرجه ان اس 0 وصل مع السيمبل اللي بعده، لا يبقى اس 0 ده هيوصل مثلا مع اس 0، لا دي مش مشكله تايم ديسبرشن. تعرف دي مشكلة ايه؟
مشكلة مالتي باث فيدنج، صح؟ مش احنا في المالتي باث فيدنج كنا بنقول ان انا عندي السيجنال بتوصل مع السيجنال التانية وبيتجمعوا مع بعض، تمام؟ بص، السيجنال مع نفسها، السيجنال مع ايه؟ مع نفسها، بس موصلة متأخرة شوية. انما هنا دي ايه؟ دي حاجة وحاجة تانية. انما المالتي باث فيدنج لا، ده السيمبل وهو هو السيمبل التاني، يعني اس 0 واس 0، بس ده من باث وده من باث تاني، تمام؟ انما هنا لا، هنا باث، هنا باث، وهنا هنا سيمبل وسيمبل اخر. يعني هي المشكله هنا ما بين تو ديفرنت سيمبلز، عشان كده في مشكله الاي اس اي. انما لو حصل ان نفس السيمبل هو هو وصلوا مع بعض بس ديليت شويه في التايم، ساعتها بيبقى ايه؟ جمعهم بقى على حسب احنا ونصيبنا، يا يبقوا كونستراكتيف، يعملوا كونستراكتيف فيدنج، يا اما ديستراكتيف فيدنج. انا بس بحاول اعرفك الفروق. طيب نرجع تاني لمشكلتنا بتاعت التايم ديسبرشن. يبقى انت عشان تايم الديسبرشن يحصل لازم على الاقل يبقى 1 بيت دخلت في دخلت للريسيفر، تمام، والبيت التانية واصله مع الايه، والبيت الاولانيه المتاخره واصله مع البيت التانية، تمام؟ يعني بالاخر كده انت عندك مقدار زمني في الديلي 1 بيت، تمام. طيب لو انت عندك مقدار زمني 1 بيت، يعني في بيت دخلت للريسيفر، تمام، وبعدين البيت اللي وراها، البيت اللي وراها داخله مع داخله البيت اللي وراها جايه، اللي هي جايه من الدايركت، واصله مع البيت القديمه اللي جايه من الريفلكتد، تمام. فانت عندك مقدار زمن اللي هي اتاخرته، اللي اتاخرته دي مقدار زمني 1 بيت، تمام. طيب يبقى تعالى كده نتكلم عليها كمسافات، كديستنس. امتى المشكله دي تحصل؟ بص يا سيدي، هو زمن 1 بيت في الترانسميشن قد ايه؟ زمن 1 بيت 3.7 مايكرو سكند، صح؟ طيب واحنا عندنا سرعه السرعه اللي بيمشي فيها الاي ام ويف قد ايه؟ السرعه اللي هي سرعه الضوء، اللي هي 3 في 10 باور 8. فالديستنس ماشي اوف 1 بيت اللي هي بالنسبه لنا هي متاخراها دي، ما احنا عاوزين نعرف هو اتاخر 1 بيت ترجمتها ايه كمسافه كديستنس. ما هو اتاخر 1 بيت يعني معناه ان الموبايل ده موجود في مكان معين. يعني بص، الموبايل ده لو كان مثلا متحرك وواقف هنا في الحته دي، هل كانت ممكن مشكله التايم ديسبرشن تحصل؟ طب لو الموبايل ده كان متحرك وواقف هنا، هل كانت ممكن مشكله التايم ديسبرشن تحصل؟ صح؟ فاحنا عاوزين نعرف الكونديشن اللي بناء عليه مشكله التايم ديسبرشن هتحصل، تمام. فبتحصل نتيجه ان في ديلي زمني مقدار 1 بيت، تمام. طيب فاحنا عايزين نعرف المسافه بقى اللي بتقطعها 1 بيت قد ايه. اتقالت قبل كده على فكره، ما بقولش كلام جديد. ديستنس اوف 1 بيت هتساوي ايه؟ هتساوي ايه؟ مش السرعه بتساوي مسافه على زمن، صح؟ مش السرعه بتساوي مسافه على زمن. يبقى لو عايز المسافه تبقى تعمل ايه؟ هتضرب السرعه في الزمن، اللي هو زمن البيت الواحده، اللي هو 3.7 مايكرو سكند. لما تضرب دول في بعض يطلع لك 1.1 كيلومتر، مش بقول لك قلناها قبل كده؟ يعني معناها ان الباث ده خد 1.1 كيلومتر، تمام. والباث ده تمام خد ضعف المسافه دي. ليه خد ضعف المسافه؟ لان هو ايه، دي وصلت وهو والباث ده لسه هنا، تمام، لسه هنا، قطع نص المسافه، بس قطع نص المسافه لوصول الموبايل. طب هيوصل تاني امتى؟ هيوصل مع السيمبل اللي وراه. طب السيمبل اللي وراه ده بياخد قد ايه؟ بياخد زمن 1 بيت اهو، فهمت؟ فكأنك انت عشان انت ك اس 0 عشان توصل من الريفلكتد باس محتاج الزمن ده كله، اللي هو زمن اس 0 وزمن اس 1، تمام، زمن ايه؟ البيت الاولانيه زائد الزمن البيت الثانيه. عشان كده بقول لك هو كأنه هيتأخر الدبل، تمام. فدي كأنها 1.1 كيلومتر ودي كمان 1.1 كيلومتر، خلاص. يبقى الموبايل ده بسبب تواجده في المكان دهوت، الموبايل ده بسبب تواجده في المكان دهوت ماشي، ويبعد المسافة بالمنظر ده كده، خلاص، فسببت فيه ان السيمبل ده يتأخر ويوصل مع السيمبل الجديد اللي هو S1، تمام. طيب لو اقل من كده، يعني لو المسافه لو الشروط دي مش متحققه، لو اقل منها لا مش هيحصل مشكله التايم ديسبرشن، تبقى مشكله تانية، تمام.
او يبقى الافكت بتاع التايم ديسبيرشن اقل شويه. خلاص فهمت القضيه؟ فده بس توصيف التايم ديسبيرشن هيحصل امتى. كويس، يبقى التايم ديسبيرشن مشكله بينتج عنها ايه؟ بينتج عنها اي اس اي اللي هتضر الايه؟ الكواليتي، وبالتالي تاثر على الكواليتي اوف سيرفيس. تمام. طب الحل المقترح ايه؟ السوليوشن، السوليوشن قال لك increase الايه؟ الدايركت باث تي اكس باور، هي باور انا بكتبها كده بي دبليو ار، ماشي، compared with الايه reflected تي اكس باور، وبالتالي الريسيفد هنا وهنا هيكون ايه؟ ده عالي وده قليل، فالموبايل يقدر يميز كده. تمام، او بيسموها اوقات كل الكلام ده الكارير تو ريفلكتد باور، خليها اعلى ما يمكن. اعلى ما يمكن يعني ايه؟ يعني الكارير باور اللي هو الدايركت باث يعني كومبيرد بي ريفلكتد باث، الباور بتاعته ده عالي جدا عن ده عالي قوي مقارنة بده، فالموبايل يقدر يميز. تمام، قلنا الحل ده ايه؟ حل اي كلام. الحل العملي بقى، ماشي، practical solution، practical solution حاجة اسمها فيتربي equalizer. فيتربي ده اسم شخص، خلاص، فيتربي equalizer هو ده الحل. بص قاعدة، اي تايم ديسبيرشن بيتحل بايكوالايزر. خلاص، طيب هو ليه سموه ايكوالايزر؟ كلمه ايكوالايزر مشتقه من كلمه ايكوال. هو عايز يقول لك ايه يعني؟ هو عايز يقول لك بص، التشانل دي اثرت عليك بشكل معين، اثرت عليك بشكل معين، فاحنا عايزين نعادل تمام، ايكوالايز التاثير اللي هينتج في التشانل ده نتيجه مشكله التايم ديسبيرشن. تمام، فعشان كده سموها ايكوالايزر، فتسمى فيتربي ايكولايزر على اسم الشخص. طيب الفيتربي ايكولايزر في الاخر هو هيبقى هاردوير موجود على الموبايل بتاعك عشان يعمل الفانكشن دي. تمام، طيب قبل ما اشرحه، انت احنا بنشرح فكرته فقط، احنا مش كورس الكترونكس، ولا اصلا انت بتبقى مهتم ان انت تعرفه، انت بس الفكره انك بتبقى فاهم الايديا بتاعته. ليه؟ لان هو ده ستيب في اوبريشن محفوظه بتتم وخلاص وخلصنا. تمام، دايما دايما اهتم بالحاجات اللي انت هتقدر تأيدت فيها، تعدل فيها، خلاص، الحاجات اللي انت تقدر ان انت تغير فيها فيبان تأثير لحاجة معينة. انما فيتربي ايكولايزر شغال بشكل معين، خلاص خلصنا. تمام، فقبل ما قبل ما ادخل فيه ما تقعدش مركز قوي هو الكلام ده الكترونيك وايز بيتم ازاي، ما يشغلناش خالص احنا، ماشي. طيب الفيتربي ايكولايزر، الفيتربي ايكولايزر فكرته عاملة ازاي؟ تعال نرسمه هنا عشان احتاج البتاع. بص يا سيدي، عارف التايم سلوت بتاعتك؟ التايم سلوت اللي انت بتنقل عليها الانفورميشن، بص بقى التايم سلوت دي، تايم سلوت لما بتشيل انفورميشن جواه، اي انفورميشن بقى، اي انفورميشن تعبر عن اي حاجه، لما التايم سلوت تشيل انفورميشن جواه بيبقى اسمها بيرست. يبقى بيرست هو ايه؟ اسم الدلع بتاع التايم سلوت ده. خلاص، اسم اخر للتايم سلوت، بس معناها يعني ان تايم سلوت شايله انفورميشن. تمام، فلما تشوف كلمة بيرست معناها ايه؟ تايم سلوت. تمام، طب البيرست بتاعتنا يعني التايم سلوت شايله انفورميشن، شكل الانفورميشن ده عامل ازاي؟ هيجي في اخر الكورس، عندنا حاجة في اخر الكورس كده نشرحها خالص اسمها البيرست فورماتنج. هيبقى عندك حوالي 5 اشكال كده شكل التايم سلوت عامل ازاي. تقصد ايه بالشكل التايم سلوت؟ يعني اقصد اقول لك ان انت بتبعت بيتس خلال التايم سلوت دي، صح؟ طيب البيتس دي بقى عددهم كام؟ طب هم شكلهم عامل ازاي؟ يعني مثلا ايه، هم مثلا هتعرف ان هم 156 وربع بيت، وانا قلت المعلومه دي قبل كده، يعني عدد البيتس اللي انت تقدر تبعتها خلال فتره زمنيه بتاعت التايم سلوت مقدارهم 156 وربع بيت. طب ال 156 وربع بيت دول كلهم على بعضهم ورا بعض كده، هل هم كلهم فويس يمثلوا سبيتش يعني كلام،
يعني لما يوصل له الريسيفر يقوم ياخد البيتس دي ويتعامل معاها على ان دي كلها بيتس بتاعت سبيتش ويسمعها للراجل في ودنه، ولا مثلا داخل في وسط البيتس دهيت بيتس اخرى فور كنترول مثلا، حاجات للكنترول يعني، يعني ما تترجمش على انها سبيتش اليوزر يسمعها وهكذا. فترتيبة البيتس داخل التايم سلوت عشان تكون شكل التايم سلوت في الاخر ويبقى شكلها طالع كده، ده اسمه عندنا بيرست فورماتنج. هنعرفه ليه 5 اشكال مختلفة. تمام، ليه 5 اشكال مختلفة. يعني انت اما تبعت اي بيرست، اما تبعت اي بيرست في الجي اس ام، البيرست دي هتكون شايلة معلومات معينة، المعلومات دي هتكون محطوطة بشكل من احد 5 اشكال، 5 اشكال مختلفة. يعني اما هتبقى شكلها شبه دي او دي او دي او دي او دي، بس ده على نوع الانفورميشن اللي متشاله. كويس، في الاخر خالص عايز اقول لك ان في حاجه اسمها بيرست، ماشي، لها شكل معين. تمام، طيب تعال اكلمك على الشكل الايه التقليدي، خلينا نقول النورمال، الشكل النورمال التقليدي بدون ما نحور في شكل التايم سلوت. فشكل التايم سلوت عامل ازاي؟ شكل التايم سلوت عامل ازاي؟ بص، دي التايم سلوت، دي التايم سلوت، بس ايه، انا مكبرها شويه يعني حجمها كبير شويه عشان ارسم لك جواها حاجه، ماشي. يعني الكارير اهو، عندنا الكارير ده عباره عن تايم سلوت، وانا بقى بتكلم على التايم سلوت دي، بس مكبرها لك، بس بعمل لك زوم عليها عشان اقول لك حاجات. طيب عدد البيتس في التايم سلوت كام؟ عدد البيتس هنا كام كلهم؟ عددهم كلهم كام؟ 156.25 بيتس، صح؟ جبتها منين دي 156.25؟ جبتها من ان انت عندك التايم سلوت ديوريشن قد ايه؟ التايم سلوت ديوريشن عبارة عن 577 مايكرو سكند، وانا البيت الواحدة بتاخد قد ايه في ترانسميشن؟ 3.7 مايكرو سكند. اقسم ده على ده يطلع لك انك خلال الفترة الزمنية ديت تقدر تبعت 156.25 بيت، البيت الواحدة فيهم زمنها 3.7 مايكرو سكند. خلاص، فاي تايم سلوت هتبقى شايله كده 156 وربع، 156 وربع بيتس، رقم ثابت، رقم ثابت مع اي بيرست. تمام، كويس كده. طيب 156 وربع بيتس. طيب الشكل النورمال بقى بتاع تايم سلوت ان هو ايه؟ الشكل النورمال ان انت عندك في هنا جزء كده، شكل نورمال ايه اللي هو ايه اللي هو مثلا اللي هو انت عندك مثلا ايه البيتس بتاعتك، البيتس الممثلة للسبيتش بتاعك بتاع الكلام نفسه يعني. تمام، البيتس الممثلة للسبيتش للكلام عددهم 114 بيت. هتعرف ليه قدام هما ليه 114. ممكن معلش ال 114 دول نقسمهم على جزئين، جزء نصين يعني، نص 57 ونص التاني 57. كل ده انت هتفهمه قدام، ما تستغربش. خلاص، 57 و57، 57 و57 يديك 114. يعني انت عندك الكلام بتاعك ده، الكلام اللي انت بتتكلمه، تمام، عاوزين نحطه نعبيه في تايم سلوت، صح؟ طيب الكلام اللي انت بتتكلمه ده ماشي 114 بيت. تمام، طيب 114، وخد بالك التايم سلوت كلها على بعضها كام؟ 156. يعني هنا في كتير اكتر حتى من 114. خلاص، طيب بس انا كلام على 114 بس لوحده. ممكن بقى ال 114 دول نقسمهم على نصين، على جزئين يعني، ماشي، وتحط لي جزء هنا كده وتحط لي جزء كده وتسميه دي 1، وتحط لي جزء تاني هنا كده وتسميه دي 2. ايه الدي 1؟ الدي 1 جزء من صوتك مقداره 57 بت، والدي 2 جزء تاني من صوتك مقداره 57 بت. فهمت؟ يعني بالبلدي خالص، بالبلدي، ان ال 114 بيت دول انا لما جيت احطهم لك في التايم سلوت ما حطيتهمش ورا بعض، حطيت 57 منهم وبعدين سبت مسافه كده، هقول لك المسافه دي ايه دلوقتي، وبعدين قمت رايح حاطط 57 التانيين. تمام، واخد بالكو احنا اتفقنا ان احنا ايه، اتفقنا ان احنا ايه، سيريال ترانسميشن، يعني ببعت بيت ورا بيت ورا بيت. تمام، فانت بتبعت البيت الاولى في التايم سلوت، وبعدين البيت اللي وراه، وبعدين البيت اللي وراه، البيت اللي وراه، بيتس ورا بعض كده، صح، لحد لما تكون بعت ال 156 وربع بيت. في الاخر كده انت ايه، بعت خلال الفتره الزمنيه دي 156 وربع بيت، لكنهم اتبعتوا ورا بعض مش مع بعض. تمام، حلو.
فانت بتبعتهم ايه ورا بعض، صح؟ يعني انت تقدر تتحكم في ان ال 114 دول ما يتبعتوش كلهم، ما يتبعتوش كلهم ورا بعض، يعني ما يخليش ال 114 كلهم يوصلوا للريسيفر كلهم ورا بعض، لا انا هبعت 57 منهم، وبعدين الجزء اللي وراهم مش هم، يعني شويه البيتس اللي وراهم هنا دول لا يمثلوا صوت. وخد بالك الريسيفر بيبقى عارف كده، الريسيفر بيبقى عارف ان ال 57 بيت دول فعلا صوتك، الشويه البيتس اللي وراهم دول مش صوتك. هو عارف، هو عارف، عارف ليه؟ عشان ده ريسيفر وده سيستم، واحنا مفهمينه ان انت بص لما يجي لك البيتس في التايم سلوت، اول شويه بيتس دول يعبروا عن شيء معين، بعد كده ال 57 اللي وراهم يعبروا عن شيء معين، بعد كده مش عارف ايه اللي وراهم 26 اللي وراهم يعبروا عن شيء معين، وبعدين 57 اللي وراهم، فاهم؟ هو عارف، هو عارف ريسيفر ان شويه البيتس اللي ورا دول كذا كذا. فاحنا واحنا بنبعت واحنا بنعمل بيرست فورماتنج، واحنا بنشكل، ما كلمه بيرست فورماتنج معناها ايه؟ تشكيل شكل التايم سلوت، واحنا بنشكل التايم سلوت بتاعتنا كبيتس، ما ببعتش انا ال 114 ورا بعض، لا بحشر في النص كده ما بينهم وما بين بعض حاجه اسمها، هو ده بقى، هو ده بقى بيت القصيد كله، حاجه اسمها تي. التي دي عدد بيتس قد ايه؟ 26، 26 بيت. فالتي ديت، التي دي معناها ايه؟ التي دي اختصار ل تريننج، تريننج سيكونس، عددهم قد ايه؟ عددهم 26 بيت، تمام. انا بقى بتكلم كل الكلام ده عشان اوصل لحته ال 26 بيت دول، كويس. طيب يبقى باختصار جدا، باختصار خالص تاني بسرعه، ده شكل البيرست بتاعتك اللي هي التايم سوت، عدد البيتس الكلي اللي هنا 156 وربع بيت فيهم. انا بتكلم بس على الشويه دول اللي انا كتبت اسمائهم دول، تمام. تمام، فانت عندك جزء من صوتك هم 57 من بيت، وعندك جزء تاني من صوتك اللي هم 57 بيت، واحنا حطينا في وسطهم 26 بيت سميناهم التريننج سيكونس. التريننج سيكونس ده ال 26 بيت دول معروفين شكلهم عامل ازاي لكل من الترانسميتر والريسيفر. يعني انت مثلا قدامك اهوت، قدامك 26 بيت اهو، 26 بيت كده ماشي، البيت الاولى، البيت الثانيه، البيت الثالثه، الرابعه، الخامسه، لحد البيت رقم 26، تمام. شكلهم عامل ازاي الترانسميتر والريسيفر عارفينهم، يعني مثلا شكلهم عامل ازاي، مثلا 110 10011، صح؟ شكل ال 26 بيت نفسه معروف، معروف لكل من ومين، الترانسميتر والريسيفر. يعني ايه؟ يعني الترانسميتر اللي هيبعت يجي حاشر في النص 26 بيت دول، شكل ثابت معروف، ال 26 بيت دول معروفين زي ما قلت لك كده، يقوم حاططهم في الترانسميشن كده، لازقهم كده. ده مين؟ ده ترانسميتر، وريسيفر عارفهم، تمام؟ وريسيفر عارف شكلهم، يعني هو عارف الترانسميتر ال 26 بيت دول شكلهم عامل ازاي قبل ما يجوله، تمام؟ قبل ايه؟ قبل ما يوصلوا له 26 دول، كويس؟ طيب الكلام ده بيتم من المحطة للموبايل ولا من الموبايل للمحطة؟ للاتنين. يعني لو الموبايل هو اللي بيبعت للمحطة، فالموبايل وهو بيشكل التايم سلوت بتاعته هيقوم حاشر في النص 26 بيت دول، والمحطة عارفة، عارفة مسبقا شكل 26 نجاين دول شكلهم عامل ازاي بالظبط، متفق عليهم. والعكس بالعكس، المحطة لو جت تبعت للايه، للموبايل، هي برضو بتيجي برضو حشرة 26 ونص، 26 بيت دول في النص كده، والموبايل عارف شكل 26 اللي جاي، تمام. احنا بنعتمد على ايه؟ على ان انا ببعت لك حاجة انت عارفها، خلاص. هما بقى 26 بيت دول اللي بيشتغل عليهم الفيتربي ايكولايزر. انت اصلا تلاقيك نسيت احنا بنتكلم في ايه، احنا بنتكلم مثلا على الفيتربي ايكولايزر اللي بيحل مشكلة التايم ديسبرشن، ماشي. الفيتربي ايكولايزر بيعتمد على ال 26 بيت دول، ان هو انا هبعت لك حاجه انت اوريدي عارفهم، فتقوم تقارن اللي وصل لك، تقوم تقارن اللي وصل لك باللي انت عارفه، ماشي، وتقول والله اللي اتبعت لك ده اهو وصل لك متغير بالشكل الفلاني، فتقوم انت تعدل شكل الانفورميشن اتغيرت، ماشي، طبقا ليه تغير التريننج سيكونس. ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ بص يا سيدي، هي الفكره في ايه؟ الفكره ان الترانسميتر لما جه بعت الانفورميشن عادي، تمام، اهوت بعتها، تمام، لكن بفعل اللي هيحصل، بسبب اللي هيحصل في الهواء، في الهواء نتيجه مشكله التايم ديسبرشن، الداتا دي هتوصل للريسيفر وهتتغير شكلها، هتتغير شكلها، مش هتغير شكلها، هتتغير شكلها، تمام،
هتوص يعني اللي وصل لك انت كموبايل اتغير، تمام، نتيجة حدوث المشكلة بتاعتنا اللي هي التايم ديسبيرشن. تمام، طيب انت بقى كريسيفر هتعمل ايه؟ هتعتمد على التريننج سيكونس، هتعتمد على التريننج سيكونس بتاعك اللي جه اللي هم 26 بيت. ان انت تعمل ايه؟ هتاخد 26 بيت اللي جولك دول، خد بالك دول اللي الريسيفد اهو، ريسيفد، تمام، هتاخد ال 26 اللي جولك دول اللي هم هو سماهم ايه؟ سماهم خد بالك تي ستار. احنا عندنا احنا كنا مسمينهم تي، صح؟ التي ديت تي دي ات ترانسميتر، لما وصلت عند الريسيفر اتغير شكلها، فهو سماها تي ستار ات ريسيفر. تمام، شكلهم اتغير، يعني شكل 26 بيت نتيجه تاثير التشانل عليهم وصلت متغيره. تمام، بس انا عارف شكلها، انا عارف شكلها الاصلي، بس هو شكلها ايه؟ اتغير اهو اللي هو التي ستار. تمام، طيب فهو بيقول لك التي ستار وصلتني، تمام، هعمل ايه؟ هاخد ال 26 بت دول بشكلهم اللي وصل لي بيهم، واقوم ادخلهم على حاجه اسمها كورليتور. لو تفتكر انا قلت لك كلمه كورليتور دي في السي دي ام اي، في شرح السي دي ام اي في تاني فيديو. تمام، ان هو الكورليشن دايما بيحصل ايه؟ الكورليشن دايما بيحصل ما بين حاجه مبعوته لي وحاجه انا عارفها، دايما كده، دايما الكورليشن بيماتش، بيقارن ما بين حاجه جات له وحاجه اوريدي هو عارفها. طيب هو بيقارن ما بين حاجه جات له اللي هي ايه؟ اللي هو شكل التريننج سيكونس بعد ما اتعرض لمشاكل التشانل، و التي اللي انا عارفها اصلا اهو. فهو بيكوروليت ما بين التي وهي شكلها متغير مع التي بالشكل اللي هو عارفه، ما هو عارفه، تمام، فهو بيقارن التي المتغيره بالتي ليه؟ بالتي اللي هو عارفها، بيقارن 26 بت دول اللي هو معروفين بالنسبه له شكلهم عامل ازاي ب 26 بعد ما اتغير شكلهم. طيب الكورليشن ده هينتج عنه ايه؟ هينتج عنه الاوتبوت بتاعه اهو حاجه اسمها تشانل موديل. يعني ايه تشانل موديل؟ يعني توصيف، يعني تشانل موديل ده اعتبره كده زي ايكويشن، اعتبره كده زي ايكويشن بتوصف التاثير بتاع التشانل حصل ايه. يعني التشانل دي طبيعتها كده اثرت على الانفورميشن بتاعتك ازاي. تمام، هو يقصد بقى بكلمه التشانل موديل دي يعني ايه اللي يعني ايه الفانكشن، ايه الفانكشن اللي غيرت التي خلتها تي ستار. مثلا التي ستار بتاعتك ديت 26 بت، فالتغيير مثلا في اول بيت والبيت الخامسة والبيت العشرة والبيت ال15، فاهم؟ ده اللي اقصده، يعني ان هو بيطلع فانكشن، تمام، بيطلع فانكشن للتشانل دي، للكيس بتاعتك دي. تمام، بيطلع تشانل ايه؟ تشانل موديل يوصف هو ايه اللي غير التي خلاها تي ستار. طيب وبعد ما يطلع التشانل موديل بتاعه ده نتيجة الكورليشن اللي حصل، هو الاول بيكورليت ما بين التي والتي ستار، وبعدين بعد ما يكورليت بيستنتج منها حاجة اسمها تشانل موديل. الشانل موديل ده هياخده كده، تمام، الشانل موديل ده هياخده ويخليه يقارن بيه الريسيفد داتا اللي جت كلها بقى. ما خد بالك من حاجه بس، انا ما يهمنيش التي اصلا على بعضها، انا ما يهمنيش التي اصلا، يعني التي اللي انا بعتها دي انا ما تهمنيش اصلا، ده انا حاططها حشو كده في النص عشان تساعد الريسيفر ان هو يحل المشكله. فانا في الاخر الموبايل على فكره بيعمل ايه؟ بيشيل خالص التي دي اصلا، يعني في الاخر خالص هو ما يهموش اساسا. يعني التي دي مرحله زي ما انت شايف كده بيستخدمها عشان يطلع التشانل موديل، وبعدين بيقارن باستخدام التشانل موديل ده، تمام، ويستنتج هي الدي ده ايه بقى، الداتا بقى اللي هي دي 1 ودي 2 اتغيروا هما كمان ازاي. هو بيقول بقى فيتربي ايكولايزر بيقول لك ايه؟ بيقول لك بص، الحاجة اللي خلت التي تبقى تي ستار هي تقريبا نفس الحاجة اللي خلت دي 1 تبقى دي 1 ستار ودي 2 تبقى دي 2 ستار. مش احنا سميناها دي 1 ودي 2، صح؟ مش دي 1 ودي 2، هما دول كمان هيتغيروا، دي 1 هتتغير تبقى دي 1 ستار عند الريسيفر، يعني لما توصل الريسيفر، ودي 2 هي كمان هتبقى دي 2 ستار. تمام، فهو بيقول لك ايه؟ بيقول لك اللي خلى الفانكشن او الشانل موديل اللي غير في التي خلاها تي ستار تقريبا هي اللي غيرت الدي 1 خلتها دي 1 ستار والدي 2 خلتها دي 2 ستار. فهو بيستنتج باستخدام الشانل موديل اللي اتعمل على التي ان هو يطبقه كمان على الدي. تمام، تاني هو بيستنتج الشانل موديل
اللي طلع وقال ان التي خلاها تي ستار، ان هو واها برضو الشانل موديل بيطبقه على الداتا اللي جات لك، لان انا يهمني الداتا ما يهمنيش التي خالص. الموبايل خالص بيشيل بعد كده التي دي، تمام؟ موبايل خلاص بيتعامل مع الداتا دي والداتا دي بس فقط لا غير، ملوش دعوه باي حاجه تانية. الحاجات اللي جايه دي زي ما قلت لك ايه، كنترول في النص كده بتساعدني بحاجات معينه، حلو. بس فبعد الكومبير بيقول ايه، بيتشوز الافضل. يعني ايه؟ يعني هو تشوز اكس اكس اللي هي يعني المحتمله، يعني هو اتبعت الداتا، بس هو هو يقصد يعني الداتا الجزء ده بعد كده هيبقى عامل ازاي، ده اللي يقصده. يعني كلمه اكس 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 شكلها عامل ازاي بعد ما ايه، بعد ما هيكمبير ويطلع النتيجه النهائيه، خلاص. فالخلاصه تماما هو بيعتمد على 26 بيت ان هو يستنتج التغيير اللي تم فيهم، وبيقول بيفترض من عنده ان التغيير اللي تم على 26 بيت دول هم ما هم اللي يعملوا نفس التغيير على الداتا بتاعتك اللي موجوده. بس بالكم، خدوا بالكم يا جماعه، الحاجات دي تقريبيه، تقريبيه يعني بتحاول تقرب من حل المشكله، انما ما بتحلش المشكله بشكل تام كامل، مفيش الكلام ده، تمام. ده يا عم فيتربي ايكولايزر. فين فيتربي ايكولايزر بقى؟ فيتربي ايكولايزر هو كل ده، هو الكورليتور بالكومبير بالشانل موديل، هو ده كله على بعضه كده، تمام، ماشي. الانبوتس بتاعته واضحه، والاوتبوت بتاعه في الاخر هو ده، عشان في الاخر يطلع لك شكل التايم صوت مظبوط. طيب ممكن سؤال رفيع، سؤال رفيع، هما اشمعنى 26؟ يعني مثلا لو كترناهم مثلا خليناهم 64، خليناهم 50، خليناهم اي حاجه، ينفع ولا ما ينفعش؟ ينفع عادي. هاجي لك انا في الموضوع بتاع البيرست فورماتنج في الاخر خالص، وانا بوريك اشكال التايم سلوت، اشكال البيتس داخل التايم سلوت، اشكال المختلفه اللي هم الخمس اشكال اللي قلت عليهم، هيبقى في من ضمن الاشكال ان في تريننج سيكونس بس مش عدد البيتس 26، هيبقى اكتر، تمام، هيبقى اكتر. طيب هو ليه بيكتر التريننج سيكونس وليه ممكن يقلله؟ ليه؟ يعني ليه هنا في الحالة دي وهو بيتعامل مع الفويس كولز سبيتش بقى، انا بتكلم لو التايم سلوت دي تعبر عن سبيتش، عن كلام، تمام. طيب ليه هو اختار تكون 26؟ هو بص، لو هي اكتر من 26 دي هتفيدني في ايه؟ خلينا نقول الاول، لو ستة، لو اكتر من 26 بتفيد في ايه؟ هتفيد ان الكوريليتور ده يبقى اقوى، فيقوم يطلع تشانل موديل اقوى، فيقوم يوصف التشانل بشكل اقوى، فيقوم الكومبير ده يطلع لك الريزلت اقرب ما يكون للصح، تمام. لانك انت لما بتيجي تكورليت في عدد بيتس اكتر بتطلع نتيجة افضل يعني، تمام. طب حلو قوي. طيب هو طب ليه كورليشن هنا؟ ليه هو اعتمد على 26 بيت؟ ليه ما زودش؟ ليه ما زودش؟ هو انا اصلا كانت المشكله بتاعتي ايه؟ تايم ديسبيرشن، ان انا عندي بيت بتتاخر من الدايركت باث وتوصل في الريفلكتد باث بس متاخره، حلو. طيب ممكن اسالك سؤال، هو مش ممكن الريفلكشن ده، هو لازم الريفلكشن ده اللي هنا ده يبقى التأخير في مقدار 1 بيت بس، مش ممكن يبقى اكتر؟ يعني مش ممكن ده يكون ريفلكتد باث جالك من مكان بعيد شوية، يعني مكان بعيد، يعني انت كموبايل مثلا واقف هنا في الحتة دي، صح، انت كموبايل واقف في المكان ده، صح، هيجيلك الدايركت باث، تمام. ريفلكتد باث بقى خبط في الارض هنا، وعلى بال ما يجيلك اخد وقت اكتر، فالديلي اللي هو اخده عشان يجيلك الريفلكتد باث ده اطول، مش 1 بيت بس، لا ده احنا بعتنا البيت الاولى وبعتنا البيت التانية ولسه البيت الاولانيه من ريفلكتد باث لسه ما وصلتش، فيعني مقدار التاخير اللي هنا ممكن يبقى اكتر، ممكن يبقى اكتر من 1 بيت. يعني اس 0 دي مش واصله هنا، مش واصله مع اس 1، ده واصله مع اس 2، فانت متاخر مقدار 2 بيتس، تمام. ليه؟ لان انت كموبايل مكان تواجدك في مكان ابعد، فالريفلكشن باث ده جالك من بعيد، حلو. طيب لو بتبعد اكتر واكتر هيبقى ريفلكتد باث جايلك من مكان ابعد وابعد، وده حقيقي، ده موجود، صح. وعايزك تتخيل بقى الموضوع عملي، انت بيبقى عندك كل الاحتمالات، يعني بيبقى عندك الباث اللي جاي الريفلكتد من قريب، والباث اللي ريفلكتد من ابعد منه، وعندك الباث اللي ريفلكتد من ابعد وابعد وهكذا، وعندك الباث اللي جاي من الدايركت، يعني عندك كل الاحتمالات موجوده، مش يدايا ده، لا كله موجود، تمام. لكن الباثز اللي هي بتبقى جايه ريفلكتد من مكان بعيد، يعني اخد التايم كبير قوي، يعني ديلايد بمقدار كبير جدا، انت متخيل هتبقى واصله عند الريسيفر باور بتاعتها عامله ازاي؟ هتبقى واصله بباور قليله، صح. ما هو طالما انت اخدت مسافه اكتر يبقى انت
طالما خدت زمن اكتر ومسافه اكتر يبقى معناه ان انت ايه مشيت اكتر، فمعناه ان الباور ريسيف ده عندك بتقل. طيب ساعتها بقى، ساعتها الريسيفر من نفسه بدون خالص فيتربي ايكوالايزر وبدون اي نيله، هو من نفسه كده هيقدر يميز الدايركت باث ان الباور بتاعته اعلى من الريفلكتد باث اللي الباور بتاعته جايه منتهيه اساسا. حلو. طيب فالفيتربي ايكوالايزر بالمنظر ده ال 26 بت اعتمد على ان انت عندك ماكسيمم بت ديلي اللي هو 4 بت، يعني يكون دخل البت الاولى والثانيه والثالثه ومع البت الرابعه الباشا لسه جاي من اول، الباشا الاولاني جاي من ريفلكتد باث، فهمت؟ فهو بيعتمد على هذا الاساس، لان اكتر من كده الفيتربي ايكوالايزر انت مش هتحتاجه والموبايل هيحل المشكله من نفسه، لان جاي له باور بتاعت دايركت باث عالي وجاي له باور بتاعت ريفلكتد باث قليله جدا، فيقدر يميز ده عن ده. حلو. انما 26 بت دول مبنيين على ايه؟ على بيمز بترفلكت في مسافات قريبه، فالموبايل من نفسه ما يقدرش يميز الباورز الايه القريبه من بعض دي، فانت كده محتاج الاستعانه بالفيتربي ايكوالايزر. تمام. انما بلا شك لو انت كترت 26 دي خليتها اكبر شويه هيقوم يطلع لك ايه، هيطلع لك تشانل مود الاقوى. تمام. طيب تحتاج تشانل مود الاقوى امتى؟ تحتاج تشانل مود الاقوى امتى اللي عشانه قمت رايح مزود ال 26 دي خليتها اكتر، زي ما يحصل. تمام. لما يكون المعلومات اللي هنا ذات اهميه اعلى. تمام. ذات اهميه اعلى، انت عارف ايه اللي ممكن يكون اعلى من الكلام نفسه السبيتش نفسه؟ السينكرونايزيشن. لو التايم سلوت دي، لو التايم سلوت دي الانفورميشن اللي متشاله هنا كلها على بعضها كده تعبر عن سينكرونايزيشن انفورميشن رايحه للموبايل عشان يسينكرونس نفسه، فالتايم سلوت دي ذات اهميه عاليه جدا جدا جدا، اعلى من الكلام نفسه. ليه؟ لان بمنتهى البساطه انت كموبايل لو مش بتعرف تسينكرونس نفسك مظبوط مش هتعرف تعمل اي حاجه، يعني مش هتعرف تتكلم، مش هتعرف تعمل اي حاجه خالص، فمعلومات السينكرونايزيشن مهمه جدا. فبما ان معلومات السينكرونايزيشن مهمه جدا وهي زيها زي اي انفورميشن هتعرض لمشكله التايم ديسبيرشن، لانها انفورميشن بيتس متشاله على تايم سلوت مبعوثه في الهواء، فالطبيعي ان هي هتتاثر بمشكله التايم ديسبيرشن زيها زي اي حاجه خالص. طب ما انا خلاص انا بقى عايز احافظ على الانفورميشن دي اللي هي مهمه جدا، فاعمل ايه؟ انا عارف ان التريننج سيكونس ده كل ما اكبره كل ما يحصل الكورليشن بشكل اقوى، خلاص يا عم اكبره. تمام. وفي نفس الوقت البيتس المتبقيه هنا كفايه انف كمعلومات، كبيتس انف كافيه يعني ان انا اعبر بيها عن السينكرونايزيشن انفورميشن. ما انت برضو ممكن تفكر تقول ايه، طب ما هي تايم سلوت مش هي حجمها، مش هي عدد البيتس فيها 156 وربع وانت واخد لي التي دي كتير قوي، طب ما هو البيتس المتبقيه اللي هي المفروض تشيل الانفورميشن الرئيسيه بتاعتك قليله. هقول لك مفيش مشكله، ما هو البيتس اللي متبقيه ديت كافيه بالنسبه لنا في حالتنا، على عكس الفويس كول. لا، الفويس كول انت محتاج ال 57 دول، ما ينفعش تقل عن كده، وبالتالي التريننج سيكونس معاك هيطلع 26. تمام. بس بحاول بقى افكر معاك في حاجات ليه 26 والكلام ده، وبمهد لكلام جاي قدام بعد كده يعني. تمام. بس يا باشا دي كانت مشكله التايم ديسبيرشن وحلها بالفيتربي ايكوالايزر. فالفيتربي ايكوالايزر ده موجود فين؟ في الريسيفر اللي بيستقبل، فالمحطه بتاعتك فيها فيتربي ايكوالايزر والموبايل بتاعك فيه فيتربي ايكوالايزر. لو المحطه اللي بتبعت هتعدي على مرحله الفيتربي ايكوالايزر، لو الموبايل اللي بيبعت هيبقى هتعدي على مرحله المحطه، تعدي الانفورميشن اللي جات لها من الموبايل على محطه، على ايه، على محطه الفيتربي ايكوالايزر. تمام. على مرحله الفيتربي ايكوالايزر، كويس، عشان نحل المشكله دي. اوكي يا باشا. طيب المره الجايه بقى نبتدي في ترانسميشن بروسيس اللي هو بقى ايه، من اول ما الترانسميتر اللي عاوز يبعت عندي كلام عاوز ابعته بعمل ايه؟ ابدا بعمل انا تو ديجيتال كونفرجن واضغط الصوت بتاعي واعمل حاجه اسمها شانل كودنج وانترليفنج، وهنلعب مع بعض شويه العاب كده. وخد بالك هيبقى في ارقام كتيره جدا الفتره الجايه، ارقام كتيره قوي، وانا هقول لك تتعامل ازاي مع الارقام دي. تمام. ان هي مش هتتحفظ، هي هتتفهم. فهمتها؟ اوكي. ما يعني فهمتها كلوجيك، اوكي تمام خلاص هتتسجل في دماغك. ما فهمتهاش كلوجيك عمرها ما تتسجل في دماغك، انما ما تحفظهاش. تمام. طيب ده كلام سابق لأوانه، ذاكر كويس واشوفك المرة الجاية إن شاء الله.